ووراء كل كلمة يقولها السلطان قابوس تعطش ولهفة صادقة إلى التغيير والإصلاح. ووعد جلالة السلطان قابوس شعبه بأنه سيصل قريبا إلى مسقط للالتقاء بشعبه. وبدأ الناس يستعدون عفويا لمجيء السلطان قابوس، واستخرجوا من صناديق الثياب أعلاما، بل واشتروا كل القماش الأحمر المتاح في حوانيت ودكاكين سوق مطرح. وتم تزيين كل دار وكل شجرة وجدار بالأعلام والرايات وبالعبارات الترحيبية، ابتهاجا بالمقدم السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. في اليوم التالي حطت الطائرة القادمة من صلالة على مدرج مطار بيت الفلاح، وفتح بابها، وظهر السلطان قابوس لأول مرة في مسقط يرتدي بشتا أسود فوق دشداشة بيضاء، وتعمر رأسه العمامة السعيدية الجميلة بألوانها الأزرق والأحمر والذهبي، فهو لم يكن قد رأى عاصبة بلاده حتى تلك اللحظة، لحظة تزاحم فيها الأمل بمستقبل جديد وصدق المشاعر ودفء الاستقبال. جعلت السلطان قابوس يستشعر المهام الجسام التي تنتظره.